سمعت عنه إنه مش محدود، ما تحدهوش أي صدود، هعلم معجزاته وأحكي عن آياته، صدقوني ربنا بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. بنقول كل مشاهد كل صام طيبين بنسبة عيد القيامة. حد يقول لي أنت لسه فاكر؟ القيامة بتبدأ ما بتنتهيش، كل يوم رب المجد يسوع بيقيمنا من الأموات، كل لحظة بيقيمنا من خطايانا، وده شيء رائع جدا. أنا بقول لكل مشاهد برنامج ربنا موجود، إلهنا ربنا يسوع المسيح موجود، وانا عاوز اقول لك موجود في مرضك، موجود في ظروفك الصعبه. الهنا قال كده ان نسيت الام رضاعه هو لا ينسى. وانا عاوز اقول لكل مشاهد برنامج ربنا موجود، كمان عندنا بكره حلقه هتتذاع بكره الساعه 3:30، حلقه رائعه جدا. هنشوف حد كان مسافر واتشل وهو مسافر، حصل له ايه؟ هنشوفه بكره الساعه 3:30، وقد ايه اختبار رائع قوي قوي قوي. هنشوف ربنا عمل ايه. نفس الحلقه كمان في اختبار رائع جدا، حد كان بيصلي على حد روح ناجس عليه شيطان يعني، والشيطان طلع من عين الراجل والولد اتعمى، حصل ايه؟ كل ده هنشوفه في حلقه بكره الساعه 3:30. لكن النهاردة لنا حلقة مميزة رائعة مع الأخت أماني. وأنا بقول لك النهاردة إيه الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد؟ أيوة الفرق. طبعا الأخت أماني النهاردة عندها تعليم رائع جدا، لكن قبل ما نروح لأخت أماني إحنا رحنا سألنا حبايبنا فأكتر من سؤال وأكتر من حاجة، ونروح كده بسرعة 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 نشوفهم قالوا ايه، ونشوف الاخت اماني قالت ايه عن الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، ونرجع تاني. ايوه بسرعة، في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد، انت بالنسبة لك في فرق؟ طبعا اكيد فرق كتير. في العهد القديم انا الناموس، ولو الناموس انا ما اقدرش اعيشه وما اقدرش اعيش بتعاليمه، لكن في العهد الجديد عهد النعمة استطيع ان اعيش في عهد النعمة بالمسيح. في فرق عهد القديم عهد الناموس، اما عهد جديد عهد النعمه عهد ربنا يسوع المسيح. لا طبعا هو ما فيش فرق، لكن العهد القديم والعهد الجديد هما بيكملوا بعض، لان انبياء العهد القديم زي ما تنبأت عن موت وصلب السيد المسيح، العهد الجديد برضو بيكمل الرساله بتاعه العهد القديم. لا طبعا هما في فرق في العقيده يعني، لكن عهد الجديد عهد النعمه وكده يعني. يعني لو احنا كنا في عهد قديم بس كان الموضوع يختلف؟ طبعا. ايه اللي يختلف؟ ان المسيح، عشان المسيح جه وودانا الحياة وكده. العهد القديم كله رمز الجاي الاعظم هو العهد الجديد. العهد القديم بيقدمنا عن رموز وحاجات جايه تحصل في العهد الجديد. فكل كلمه العهد القديم بيشار على الجاي، على الشخص العظيم اللي جه، يسوع المسيح اللي جه صلب من اجلنا. حتى في الذبائح يقول عن كده ذبيح دم اللي ترش على القائمتين وعتب العليا، لما موسى ذبحه الفصح ده اشاره للمسيح العظيم اللي صلب وذبح من اجلنا. حتى في قصه شمشون بنلاقي قصه عظيمه جدا، الراجل كان في منتهى القوه ونزل في منتهى الضعف، ولما فاق رجع في منتهى القوه. ده بيعلمنا المسيح اللي كان في منتهى القوه ومنتهى الانتصار نزل للضعف وخد صورتنا واتصلب في الضعف وقام بانتصار. ده كل العهد القديم بيكلمنا عن شخص اسمه يسوع المسيح. انت مش عارف تقول ممكن نستعيد بصديق؟ نستعيد بصديق؟ لا صديق نستعيد بيه؟ لا اي حد. الضحكه بتاعتك جميل. العهد القديم في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد؟ لا طبعا. ما فيش عهد، المسيح هو واحد. هو واحد. العهد القديم زي العهد الجديد؟ قول اللي انت عايزه، لو مش عارفين نقول استعد بصديق. ايوه. يعني زي ما انت عايز، الضحكه بتاعتك حلوه. عم مين معايا؟ يوسف غالي. ازيك عم يوسف؟
سام طيب. وانت طيب يا ناس. طبعا انا عاوز اسالك سؤال. النهارده الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن العهد القديم والعهد الجديد. تفتكر في فرق بين العهد القديم والجديد؟ لا ما افتكرش. قول اللي انت عايزه. لو مش عارف اقول ان سعيد بصديق. لا. اي قول. الله واحد من غير تاني. اكيد في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد. ايه الفرق؟ الفرق ان العهد القديم عهد الناموس. كان الشريعة والناموس بيمشوا عليه، إنما العهد الجديد ده عهد النعمة، عهد الانطلاق، يعني حاجة تانية يعني غير العهد القديم. طبعا الفرق العهد الجديد ده طبعا ده عهد النعمة، العهد القديم ده الطقوس والرموز، لكن العهد الجديد اللي احنا فيه ده عهد النعمة وعهد المحبة كلها. أنا بشوف إنه العهد القديم كان إعداد للعهد الجديد، وبشوف العهد الجديد متضمن في العهد القديم. يعني العهد القديم كان صورة عن الأصل اللي حتم في العهد الجديد، عن فداء المسيح، بشوف كمان الذبائح وفكر الله من خلال عبده موسى والشريعة بيعبر بالناس من عهد الناموس إلى عهد النعمة في المسيح. الأخت أماني بنتكلم عن فرق بين العهد القديم والعهد الجديد. أنت ككرم سمير خادم ومرنم في فرق؟ هو في فرق طبعا. الفرق؟ الفرق ان العهد القديم بيكلمنا عن الذبايح، عن الناموس، لكن العهد الجديد بيكلمنا عن النعمة. فاحنا حاليا في عهد اسمه عهد النعمة. فالعهد القديم والعهد الجديد الاثنين بيكملوا بعض، والرب قال كده اني انا مش جئت لانقض بل لاكمل. بس العهد القديم كان بيحط عليا مسؤوليات تقيلة، الانسان ما كانش يقدر يقوم بيها، لكن العهد الجديد الرب يعني شال عننا كل أثقال في العهد القديم. نتكلم عن الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، لأن في الموضوع ده فيه لخبطة كتيرة جدا، وفي ناس بتقول إن العهد القديم انتهى، وناس تقول إزاي تقولوا إن العهد القديم انتهى، ده العهد القديم لازم يمشي مع العهد الجديد، وناس تقول الناموس، وناس تقول لا العهد الجديد بس، وفي لخبطة كتيرة في الموضوع. تعال نشوف مع بعض إيه هو العهد القديم وإيه هو العهد الجديد، وإيه الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، وهل العهد القديم ده لسه موجود ولا اتلغى. العهد القديم اللي هو ناموس موسى، ناموس موسى اللي هي العشر وصايا اللي ربنا اداها لموسى على جبل سينا. ناموس موسى بيقول الذي يعمل هذه يحيى، يعني اذا كنت تسمع سمعا لصوت الرب الهك وتحفظ جميع ما اوصاك به وتعمل كل وصاياه يباركك الرب وتيجي عليك البركات، لو ما عملتش بتيجي عليك اللعنات. فناموس موسى متوقف على الإنسان، متوقف على أعمال الإنسان. العهد القديم متوقف على أعمال الإنسان. العهد الجديد اسمه عهد النعمة. عهد النعمة، النعمة حاجة ما تستحقهاش ولا حاجة تقدر تعمل حاجة علشان تاخدها، حاجة مجانية ربنا بيديها لك مجانا، نعمة بدون مقابل، فمش معتمد على الإنسان ولا معتمد على تصرفاته. عهد النعمة بيقول إن أنت تاخد كل البركات وتاخد كل إحسانات ربنا وتاخد غفران خطايا وتاخد كل حاجة، مش بناء على أعمالك لكن بناء على عمل المسيح من أجلك على الصليب. ففي فرق جامد بين العهدين، عهد بيركز على الإنسان وعهد بيركز على المسيح. تعال ناخد مقارنة كده سريعة بين العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم ناموس موسى بيطالب الإنسان بالبر، انت لازم تعمل، انت لازم تكون كويس، انت انت انت. العهد الجديد نعمة ربنا بتدي للإنسان بر مجانا. شوف الفرق، يعني عهد بيطالبك ان انت تبقى قدوس، وعهد عهد النعمة بيديك القداسة. فالعهد القديم ربنا يقول ايه؟ لا يبرئ المذنب ولكن افتقد ذنوب الاباء في الابناء الى الجيل الثالث والرابع. يعني حتى لو انت ما عملتش حاجة
لو انت ما عملتش حاجة لكن الاباء بتوعك عملوا خطايا وما تعاقبوش عليها، ربنا يجيب العقاب عليك وعلى اولادك واولاد اولادك للجيل الثالث والجيل الرابع. في العهد الجديد يقول الرب ايه؟ عهدا جديدا اصنع معهم وخطاياهم وتعدياتهم لا اعود اذكرها فيما بعد. ففي العهد القديم ربنا يفتكر خطاياك، في العهد الجديد خطاياك اتمحت، عهد النعمة كله بسبب عمل المسيح على الصليب. طيب تعال نشوف في العهد القديم اول معجزة عملها موسى، اول معجزة عملها موسى حول المية، مية نهر النيل الى دم، النتيجة بتاعتها موت، موت في الثروة السمكية، موت في البلد، في كل حتة في أرض مصر كان في موت، كانت الناس تفتح الحنفيات نازل دم، ما عادش مية، حول المية إلى دم، ده تحت الناموس، قضاء، دينونة. تحت نعمة ربنا أول معجزة عملها الرب يسوع المسيح حول المية إلى خمر، أدى إلى فرح واحتفال. يوم الخمسين في العهد القديم اللي هو يوم نزول الناموس على جبل موسى على جبل سينا، ففي يوم الخمسين يوم ما موسى نزل بلوحي الشريعة من على الجبل، على بال ما نزل تحت كان شعب إسرائيل عامل العجل الذهبي، فطبعا كسر الناموس كله، كسر الناموس كله، فثلاثة آلاف واحد ماتوا في هذا اليوم. فعهد النعمة في يوم الخمسين حل الروح القدس على التلاميذ، ثلاثة آلاف واحد اتخلصوا. ففي فرق كبير بين العهد القديم والعهد الجديد، وخلي بالك لما بقولك العهد القديم والعهد الجديد مش معناه بقولك ان العهد القديم نشيل أسفار العهد القديم، هو ناموس موسى اتشال، ما عدناش تحت الناموس ولكن تحت نعمة المسيح، لكن الكتاب المقدس أسفار الكتاب المقدس لسه ما زالت موجودة. الناموس ما كانش بيعمل حاجة غير انه بيبين للبني آدم انه هو خاطئ. يعني الكتاب الرسول بولس بيقول ايه؟ انا كنت عائشا قبل الناموس ولما جاءت الوصية عاشت الوصية ومت أنا، يعني أنا كنت حي من غير الناموس، لما جاء الناموس الناموس عاش وأنا اللي مت، لأن الناموس بيعرف البني آدم إنه خاطئ. الكتاب بيقول بالناموس معرفة الخطية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مثلا لما تكون سايق على شارع السرعة بتاعته مثلا 50 كيلو في الساعة، لو مشيت على 55 فانت يعني بتعمل غلط لان الشارع ما يستحملش الا 50، لكن لو ما فيش يافطه تقولك ان السرعه المسموح بيها 50 محدش يقدر يعاقبك، لان العقاب بيجي من القانون. لو ما فيش يافطه تقولك انت كاسر القانون يبقى انت ما انتش كاسر حتى رغم انك بتعمل غلط. فالناس كانت في الخطيه من قبل الناموس لكن ما كانتش تعرف الناموس. ربنا نزل الناموس لما شعب اسرائيل قال للرب كل روح، قال لموسى قل للرب كل ما يأمرنا الرب بيه ان احنا نعمله هنعمله. بيفتخروا بقوتهم، فاكرين بقوتهم هيقدروا يتقدسوا. فالرب قال لموسى خلي الشعب يبعد عني، ونزل الناموس العشر وصايا والشعب كله كسر، وما فيش ولا واحد في الدنيا في كل العالم قدر يحفظ ناموس ربنا، لان ناموس ربنا قدوس، مستوى قداسة الناموس نفس مستوى قداسة ربنا. الكتبة والفريسيين كانوا بيقللوا الناموس، يعملوه على قد مستواهم عشان يقولوا احنا بنحفظ الناموس. يعني مثلا يقولوا ايه؟ الناموس بيقول تحب قريبك كنفسك، فكانوا بيعلموا الناس يقولوا لها ايه؟ تحب قريبك وتبغض عدوك. فالرب يسوع المسيح لما كان واقف معاهم
كان بيرجع الناموس لأصله عشان يبين لهم ان هم خطاة ومحتاجين المسيح. فكان يقول لهم ايه؟ سمعتم انه قيل لكم تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول لكم تحب اعدائك، بارك لعينيك، احسن الى مبغضيك، صلي لاجل الذين يسيئون اليك. فالرب يسوع، ناس تقول ايه ده الرب يسوع قال الناموس وزود كمان عليه، ازاي الكلام ده؟ يعني قال تعمل بالناموس وبعدين تزود كمان عليه، وبعدين بيستشهدوا بالايه بيقولوا ما جئت لانقذ الناموس بل لاكمله. مش معناه كده الكلام، مش معناه كده، لان الرب يسوع عارف ان مفيش حد قدر يكمل الناموس او يعمل بالناموس، هيزود عليه كمان. لما الناس مش قادره تعمل الاولاني هيديهم قوانين تانيه؟ مش كده الفكر. الفكر ان الرب يسوع كان بيرجع الناموس لمستوى القداسه بتاعته العالي علشان الناس كلها تعرف انها كسر الناموس ومحتاجه المخلص، فتصرخ تقول عايزين مخلص، فالرب يسوع يقول انا المخلص. فكان يقول للكتبه والفريسيين سمعتم انه قيل لكم تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا اقول لكم احبوا اعدائكم. والكتبه والفريسيين كانوا بيكرهوا يسوع وعايزين يخلصوا منه، فعرفوا انه بيتكلم عليهم، وعرفوا ان هو بيقول لهم انتوا كسرين للناموس. وبعدين يقول لهم ايه؟ سمعتم انه قيل لكم لا تزني، ومن نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى، لا تزني، اما انا فاقول لكم اصل الناموس مش بس فعل الزنا، الشهوه في القلب خطيه، ده اصل قداسه الناموس، كلكم كسرين الناموس. سمعتم انه قيل لك لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، اما انا فاقول لكم من غضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. فالرب يسوع كان بيقول لهم كلكم كسرين الناموس وكلكم محتاجين مخلص، انا المخلص. ولما قال لم جئت لانقذ الناموس بل لاكمله، مش معناه ان اخلي الناموس وازود عليه، معناه اكمله يعني انفذه. الرب يسوع هو الوحيد اللي نفذ ناموس الله، هو الوحيد اللي حب اعدائه. لما جاء يهوذا يسلمه بيقول له يا صاحب، يا صاحب، بيسلمه للموت، بيقول له يا صاحب اتسلم ابن الانسان بقبلة؟ لما صلبوه صلى من اجلهم، قال له يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو الوحيد اللي ما كسرش الناموس، هو الوحيد اللي احب حتى الموت، احب الله الاب حتى الموت واطاع حتى الموت، موت الصليب. فالرب يسوع ما جاش عشان ينقذ الناموس، لكن عشان ينفذه ويكمله وخلاص الناموس خلص. بعد موت المسيح ما عدناش تحت الناموس، لكن تحت نعمة ربنا، ناخد الشفاء مجاني، غفران الخطايا مجاني، عطايا ربنا كلها مجاني، كل الحاجات الحلوة من ربنا ناخدها مجانا، لأن كل الحاجات الوحشة اللي احنا نستحقها أخدها الرب يسوع بدلنا لما راح للصليب. حصل تبادل إلهي، الإله اللي بلا خطية بقى خطية، وإحنا اللي كلنا خطية أصبحنا أبرار. تبادل إلهي حصل للصليب، هو شال المرض شفانا. فكل حاجة بناخدها من ربنا بناخدها بالإيمان، لأن إحنا تحت عهد النعمة، عهد جديد. وخلي بالك من التعليم، لأن في ناس بتدخل مدسوسة في الكنائس تحاول تحطك تاني تحت الناموس وتحطك تاني تحت العبودية، لأن أنت لما تتحط تحت الناموس هتتحط تحت دينونة. الكتاب بيقول جميع الذين من أعمال الناموس هم تحت لعنة، وهذا الكلام أنا مش جايباه من عندي، الكلام ده حصل بالفعل في الكتاب المقدس، إن الرسول بولس أسس كنيسة في غلاطيا ومشي، فدخل ناس يهوديين على الكنيسة قالوا لهم انتوا دلوقتي امنتوا بالمسيح بس لازم تعملوا تحفظوا الناموس، يبقى المسيح والناموس. ف
فكتب لهم الرسول بولس بيقول لهم إن بشركم أحد بإنجيل آخر غير اللي أنا بشرتكم به اللي هو الإيمان بالرب يسوع المسيح فقط بدون أعمال فليكن أناسيمة. أناسيمة يعني ملعون الضعف، ملعون مضاعف، لعنة مضاعفة تيجي عليه. وبعدين في الإصحاح الثالث يقول لهم إيه؟ أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ من رقاكم؟ رقاكم يعني مين عمل لكم رؤية؟ مين رقاكم علشان ما ترجعوش للحق؟ هل قبلتم الروح القدس بخبر الإيمان ولا بأعمال الناموس؟ لما تجددت وتقابلت مع المسيح، تقابلت مع المسيح والروح القدس جا سكن جواك، جا سكن جواك بأعمالك ولا بخبر الإيمان؟ لما كلمناك على المسيح وانت أمنت فجاء الروح القدس سكن جواك، هتبتدي بالروح وترجع تكمل بالجسد؟ فكتب لهم رسالة وبيشبه لهم، بيقول لهم إبراهيم كان له ابنين، والابنين دول اللي هم إسحاق واسماعيل، واحد ابن الموعد واحد من أعمال الجسد، وقال الاثنين دول بيمثلوا عهدين، عهد النعمة وعهد الناموس. فبيقول اثبتوا إذن في الحرية التي حرركم بها المسيح ولا تعودوا تحت النير بتاع العبودية. اعمل وما تعملش، المسيح حررك، خطاياك اتغفرت على الصليب، المسيح حررك. خلي بالك من الوعظ اللي انت بتسمعه، لما تلاقي الوعظ يقولك انت لازم تعمل، انت لازم تتوب، انت لازم تحفظ الوصايا، انت لازم تعمل كذا، ويركز كل الكلام عليك وعلى اعمالك، تعرف ان الوعظ ده فيه حاجة غلط. الوعظ الصحيح بيوجه الناس مش على نفسها، يوجه الناس على المسيح. الناموس يوجه الانسان على نفسه، انت غلط انت غلط انت غلط، لازم تتصلح. نعمة ربنا توجه الإنسان على عمل المسيح من أجله على الصليب، وده فرق جامد. والرب يسوع قال إيه؟ لا يضعون خمرا جديدة في زقاق عتيقة، وإلا الزقاق تنكسر والخمر تتلف، ولا يضعون ثوبا قطعة من ثوب جديد على ثوب عتيق لألا الخرق يزيد أردأ فالقماش كله يعني يتقطع، بل يضعون خمرا جديدة في زقاق جديدة. احنا خدام عهد جديد، رسالتنا وبشارتنا آمن بالرب يسوع المسيح تخلص أنت وأهل بيتك بدون أعمال الناموس. إبراهيم آمن حسب له برا، كتاب يقول متبررين مجانا بنعمته التي لنا في المسيح يسوع، بناخد البر مجانا بنعمة المسيح. خليك تحت عهد النعمة وما تخليش حد يرجعك للعبودية، ولاحظ نفسك والتعليم، ولاحظ التعليم اللي انت بتسمعه. الأخبار السارة ان المسيح شفاك، افتداك، غفر خطاياك، كل عطايا ربنا في المسيح النعم والآمين. فدي أخبار سارة، دايما عندنا أخبار سارة. طبعا بشكر الأخت أماني لأجل التعليم الرائع جدا، ربنا باركها. وأنا يعني سعيد جدا لأن لما بقابل مشاهدين كتير أو في الشارع وبيكلموا عن التعليم الرائع جدا، وناس كتيرة قوي يعني كانوا بيقولوا أول مرة نسمع حاجة زي كده، وده شيء رائع إن البرنامج يكون ليه إضافة وليه تعليم. إحنا بنحاول البرنامج يكون ليه أفكار وأكتر من حاجة بيقدمها، زي السفرة يعني إحنا نعتبرها سفرة كده متقدمة فيها أكتر من صنف، وكل واحد يأكل الشيء اللي يعجبه.
طبعا انا بحييها بقول لها ربنا يبارك على فكره الاخت اماني دلوقتي بتتفرج علينا وهي في الهند. ايوه بحييها وهي في الهند، بقول لها ربنا يباركك وربنا يقودك في اسم رب يسوع ويستخدمك بقوه غير عاديه، الله بيستخدمها بشكل رائع جدا. ربنا يبارك الاخت اماني، وهنصلي لاجل الهند، هنصلي لاجل الهند. انا عاوز اقول لكل مشاهد برنامج ربنا موجود، كمان حد اتصل بيا امبارح واخت من المنيا وقالت لي اخ عريان انا اتصلت، قلت لها يعني مخصوص عشان اقول لك واشجعك كان البرنامج ربنا موجود بيصلي لاجلي. كان ربنا، هي اتجوزت وقعدت فتره ربنا ما اداش اطفال، وهي دلوقتي حامل في الشهر الثالث. ايوه الشهر الثالث. الهنا حي، الهنا حي، يقدر يشفي، يقدر، ربنا موجود، يقدر يعمل معجزات. بس انا عاوز اقول لك حاجه، لو انت شعر باي حاجه، تعب، ضيق، خنقه، زهق، اي امر صعب، ارجوك انا عايزك دلوقتي في اقل من 3 دقايق لو قدامك ميه، ازازه ميه، تقول لي الميه يعني ايه؟ انا حتى يعني يا ربي طب اشمعنى الميه؟ ربنا اداني فكره روحيه لما دخل عرس حول الميه، ولما كان في قائد جيش نعمان السرياني كان تعبان وعنده مرض نزل في الميه. وانا عايزك اقول لك كده، حط الميه قدامك دلوقتي وانا نصلي مع بعض. خد بالك احنا بنشوف ابونا مكاري كل اسبوع بيصلي وربنا بيصنع معجزات في كل مكان حسب ايمانك يكون ليك. وصلاة الايمان تشفي، تشفي ايه؟ تشفي المريض. يعني تشفيكي دلوقتي، ايوه تشفيكي دلوقتي. تصنع معاكي معجزه دلوقتي، ايوه تصنع معاكي معجزه. رب المجد يسوع دلوقتي موجود معاكي، ايوه موجود موجود صدقيني. بس هو عايز منك حاجه واحده، كلمته بتعلمنا كده، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر. ارجوك ارجوكي، ده انت يعني الفاد اكتر من نص البرنامج ودلوقتي خلاص فاضل دقايق بالظبط، بس الوقت ده ليكي انت، ليكي. ايوه ايوه انت انت انت، ربنا بيقول لك مش عارفه تنامي ليكي كذا يوم. ايوه وخايفه قوي قوي من الايام اللي جايه ومخنوقه كان في حاجه قافله على على صدرك وحاسه ان انت مش قادره تاخدي نفسك. انت دلوقتي الرب المسيح يشفيكي. يلا صلي معايا، باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا رب يسوع، قول معايا يا اخويا المشاهد، عارف صدقني اللي جنبك بيرغي ومش واخد باله مش مهتم، مالكش دعوه، انت عليك تطلب ربنا. قول معايا، يا رب يسوع انا بشكرك لانك بتسمع الصلاه، انا جاي تعبان يا رب، انا جاي حزين، انا جاي مخنوق، انا جاي ومتضايق، لكن انت عندك الراحه، انت يا رب اللي جيت عند قبر العازر وناديت وقلت العازر هلما خارجا، بعد ما انتن، بعد ما كل الناس يئست وكان خلاص الموضوع انتهى، لكن انت قلت كلمة يا رب. عشان كده يا رب يسوع انا مصدق، قول اخويا المشاهد، قول 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 يا اخت، انا مصدق يا رب اصنع معايا معجزة دلوقتي في اسم المسيح. المية اللي قدامي دلوقتي، حط ايدك على المية، حط ايدك على المية، حط ايدك على المية، قول معايا في اسم رب يسوع حول المية دي لشفاء يا رب، لشفاء يا رب، حول المية دي تنتهر كل روح نكت في البيت في اسم رب يسوع، حول المية دي تكون سبب بركة، تنتهر كل روح فقر، كل روح إحباط في اسم يسوع. بشكرك يا رب يسوع لأنك بتستجيب وليك كل المجد. أخويا أختي بعد البرنامج على طول خد المية ورشها في البيت، وانت بترشها قول باسم رب يسوع، باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين، والله يصنع معك معجزة. صدق ربنا موجود. استنانا كل أسبوع في نفس الميعاد. سمعت عنه إنه مش محدود، ما تحدهوش أي صدود،
هعلن معجزاته واحكي عن اياته صدقوني ربنا موجود.